طيب، أشخاص كثير يسألوني كيف نعرف بطارية الايباد، هل انقصت ولا ما انقصت، هل تأثرت الحين، قل أداها ولا ما قل أداها. والآيفون، الآيفون في أبل تعطيك النسبة، نسبة البطارية، بس صرت أبي تعرف كم مرة شحنت الجهاز. يعني الآيفون لك 500 مرة تشحن الجهاز، بعدها يوصل 80% النسبة اللي موجودة في الإعدادات تقدر تطلعها. لكن 500 هذه بعد 500 لازم تبدأ تحسب حساب الجهاز إنه راح تغل بطاريته بعدين، لأن أداء يعني بطارية الآيفون راح يعطيك أداء عالي في 500. طبعاً 500 هذه مش بس هذه اللي راح يقلل الجهاز، صرفية استخدامك الجهاز، طبيعة استخدامك الجهاز، تحطه يشحن وتلعب وترفع درجة حرارة وما شنو، كلها تأثر ذي. الآيباد قبل ما بحطتك في الإعدادات، يعني تخش الإعدادات ما راح تشوف الخيار هذا. فأتمنى صور الشاشة حق السنابات الجاية كلها ونشروها وحفظوها عندكم حق في المستقبل، كيف تعرفون خصوصاً الآيباد كيف تعرفون كم نسبة البطارية حقتها. طيب، عليك البداية تفتح الإعدادات، ايفون ايباد جهازك نفس الحركة. يعني لو فتحت الإعدادات تروح على خيار الخصوصية إذا جهازك عربي، اضغط على الخصوصية، بعدين تختار الخيار اللي قبل الأخير، اضغط عليه. طبعا نفس الايفون، حتى الايفون تقدر تسوي هذه الحركة. بعدين تختار هذا الخيار اللي موجود هنا، بعدين تبحث عن كلمة، تروح حق حرف اللوج أو الأل، أي حرف اللوج، ما في حرف اسمه لوج، الأل، تنزل آخر شيء، طبعا ما بآخر شيء بس إنه لازم أنت دورة، فحب حب اللي ندورة عليك أنت الدورة. جي أول كان يصير هنا، أيوة هنا نشوف آخر خيار هذا هو على حسب التاريخ. شوف الكلمة حقتك log aggregated، شفتها التاريخ هنا، ناخذ هذا الخيار، ما ناخذ الخيار اللي فوقه لأن هذا مال أمس، مال اليوم، شوف تاريخ اليوم برضه موجود. فهذا الخيار لازم يكون عندك في الجهاز 100% يكون عندك. تفتحه تشوف هنا كلمات ما لها داعي، ما راح تفهم لها. إذا آيفون عندك أو آيباد ما عندك كيبورد، فعليك أنك تحدد من البداية وتنزل تحدد الكل، يعني تحدد الكل. فأنا عندي الآيفون الآيباد وعندي الكيبورد، فبحدد الكل كذا بالكيبورد، فحددنا ونسخنا، تنسخ كل الكلام اللي هنا في ذا الخيار، أوكي؟ تروح الملاحظات، تفتح الملاحظات، تسوي له لصق. طبعًا بيطول شوي علشان إن الكلام كثير، الكود كامل. فإذا حطنا هنا، إذا جهازك ما في كيبورد تضغط على الشير هنا، خيار الشير، وتسوي فايند أو العثور، راح تشوف هنا العثور، كلمة العثور هذه بالمكبرة تضغط عليها. لو فتحنا لك الخيار اللي تحت، طبعا اذا كان عندك جهاز الكيبورد تقدر تضغط كوماند اف ويطلع لك الخيار اللي تحت مثل ما شفت. الحين عليك تكتب بالانجليزي باتري، اذا كتبنا باتري نكتب سايكل مثل ما نشوف، وين الال، بعدين نكتب كاونت الكلمة هذه، تسوي سكرين شوت عشان تاخذها. اذا حصلنا الكلمة راح يحدثها لك هنا، يعطيك الحين هنا كم مرة شحنت جهازك مثل ما نشوف. أنا اللابتوب حقي أو التابلت حقي شحنته 192 مرة، طبعا شاري من 2018 الايباد القديم هذا بو كاميرا واحدة، أوكي. هذه كلمة يعلمك أن الجهاز حقك شحن 192 مرة من 0 إلى 100. مثلا شحنت جهازك من 0 إلى 50، اليوم الثاني شحنته من 0 إلى 50، هذا سايكل واحدة أو إعادة تدوير واحدة، ويحسب لك لين يوصل لك 100. فهذه باتري، شوفوا الكلمة هنا، باتري سايكل كاونت، فهذه. طيب كيف نعرف جهازنا؟ احنا نوريكم هنا النسبة اللي عند أبل. شوف مثلا هنا الموضوع اللي فوق، يعني according to أبل انه يقول لك الآيفون يوصل حق 80% على 500 مرة، افتر بعد 500 مرة في الشحن، بعد 500 راح يقل أداء، تشوف راح يوصل 80% في الإعدادات، تخش الإعدادات البطارية الهيلث حق البطارية تشوفها 80، بعدها خلاص يبدأ يغلي يعني أداء. الآيباد اللي موجود عندي بعد 1000 مرة سايكلز، فأنا عندي حين 192، فشي حلو ريض. أما الآيبود تاتش بعد 400 دورة مثل ما نشوف، فالكلمات كلها هنا عندك وكل شيء موجود، أوكي مزبوط. فكده نعرف كم مرة شحن الجهاز كامل وكم الحين أداء الجهاز، يعني خلاص 192 ريض، باقي عندي مشوار علشان
وصل الألف بعدين انتقل الأداء البطاري. يعني الأداء البطاري عندي ممتاز، والدليل إن سويت الفيديو لكم مقارنة بالآيباد الجديد 2020 والآيباد اللي عندي في الأداء نفس الأداء، يعني بعد ساعة ونص ساعة وأربعين دقيقة طلعوا نفس الأداء، يعني كنا جهاز جديد ما بعد تقل الأداء البطارية. فمن كده تعرفون في الآيفون في الآيباد تعرفون كم مرة شحنتوا البطارية، ما عليكم النسبة، شوفوا كم مرة شحنتوها لأن الشحن هو اللي راح يأثر، وبرضو الحرارة واستخدامك الجهاز. السلام عليكم. لا تنسون سكرين شوت لحق الفيديو أو سكرين ريكورد لحق السنابات اللي سويتها كلها، حفظها عندك في المستقبل تعرف كيف تطلعها، ارسل لحق واحد من الشباب، ارسل لحق الأشخاص اللي تبيهم يفهمون ويعرفون كيف الطريقة. مرة ثانية السلام عليكم. طبعا أنا عارف إن يجون أشخاص أو شنو هالأرقام ذي الأكواد ذي، ده الجهاز يحسب كل مرة تسوي، يعني كم مرة سويت ديسشارج حق الجهاز حق أو الكارنت كم دخل في الجهاز والأشياء الفلاش كم شغلت الجهاز شو تستخدم ذي الأكواد ذي، جمعها الجهاز عشان أبل تعرف بعدين. أحيانا يعني تأخذ الجهاز أبل منك تبي تعرف كم مرة شحنت إذا صار في أثر شيء في جهازك أو شيء، ذي الأرقام لحق الشركات عشان يعرفون الأشياء. فأنت تقدر الحين منها برضو أنت تستخدمها إذا كنت تعرف الأكواد، تعرف حق جهازك كم مرة استخدم، كم مرة فتحت ذاك الأشياء الكارنت أو شو اسمها المغاو ما أدري يسمونها، المهم لحق الجهاز الشحن، يعني كم مرة دخل ديسشارج الأشياء هذه كلها موجودة كلها كأرقام هنا إحنا ما نعرف ما نفهم لها. يعني طبعا أنتو كيفك تقدر تشغل الخيار اللي فوق عشان ترسل حق الشركة أبل، فالمعلومات اللي هنا وقت الشحن وكم مرة شحنت الجهاز والأشياء دي عشان أبل تسوي لها مبروف بعدين مستقبلا حق الجزء ما جزء، يعني لو تنزل جزء جديدة أنت بكيفك. لو شغلتها هنا ترى راح ترسل المعلومات اللي قبل شوي كم مرة شحنت الجهاز والأشياء دي كل المعلومات اللي هنا ترسل حق أبل عشان أبل في المستقبل ما قلت لك تعرف شو المشاكل والأشياء دي. تبغي تعرف متى يغلى أداء الجهاز تخش الإعدادات البطارية وتشوف نسبة الحالة البطارية والهيلث وتشوف النسبة هناك وتشوف تحت مكتوب لحق البرفورمانس الجهاز إلى الآن على البرفورمانس ولا لا. أنا أكلمك بهذه الطريقة أن أعلمك كم مرة شحنت الجهاز الفول وأكوردني حق الأشياء اللي في الموقع. لو فتحت لكم قبل شوي سفاري يعلمك أن الايفون مثلا يوصل 500 هذا خلاص الأداء الحين كم يقل أداء البطارية، الآيباد بعد 1000 يقل أدائها الأداء البطارية، الآيبود بعد 400 يقل أداء البطارية. فعلى حسب كل جهاز وعلى حسب حجم البطارية وعلى حسب كتاب حق المواد اللي دخلت تصيح البطاريه.